هذا الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبلته إسرائيل بكل قادتها. الجميع كان بانتظاره في مطار تل أبيب، بداية من رئيس الدولة ورئيس الوزراء وكبار الوزراء والقادة. أما هذا فهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لم يستقبله رئيس إسرائيل ولا رئيس الوزراء، ولكن كان الاستقبال بروتوكولياً. فما السر؟ محللون أرجعوا ذلك للدعوة التي أطلقتها فرنسا أمس بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل، إذ تصر على حرب طويلة الأمد حتى القضاء على حركة حماس. فكان استقبال ماكرون رسالة للرئيس الفرنسي: لن نوافق على دعوتك، وسنواصل حربنا على حركة حماس.